السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هنيك؟ كنتي لاباس؟ على لاباس. كنتمنى تكونوا بخير في هاد الساعة، الصحة والهنا. قريب العيد ان شاء الله، قريب غادي نشارك معكم الحلوى ديال العيد. هاد البلاطو ديال الحلوى اللي شكلتها من العجينة واحدة. انا ندوز المقادير عندي هنا اللوز عندي تقريبا 100 150 غرام ديال اللوز مهرمش، وعندي هاد البول هذا ديال سنيدة. هاد البول هذا راه هاد السلفة هادي كتهز 200 غرام ديال السنيدة. هنا عندي الزيت، سلفة ديال الزيت، وعندي الكيس الفاني، وعندي الكيسة ديال الخمارة الحلوة ديال الحلوى اللي فيها 15 غرام. وهنا عندي البودر كاكاو، عندي الشوكولات المر، وعندي هنا الزبدة. هاد الباكية عندي هاد الباكية هادي فيها 250 غرام ديال الزبدة. هادي الزبدة ديال الأكل، فيها 250 غرام. وهزيت نص ديال بحال هادي نيت، وهزيت نص ديالها قسمتها من النص، قسمتها في النص وخديت نص ديالها. وهنا ندوزو للدقيق. الدقيق دابا عندي هنا 1.5 كيلو، ولكن غادي نشوف على حساب الخليط. وعندي هنا 5 البيضات اللي غادي ندير 4 منهم، وحتى فيهم ندير غير صفر البيض، ما غاديش ندير البيض غادي نخليه باش غادي نحتاجوه من بعد. وهنا هزيت الاناء درت فيها سنيده، غادي ندير فيها هذيك الزبده. انتما الزبده خرجوها من قبل من الثلاجه، هي والبيض، قبل ما تبداو من باش تاخذ الحراره ديال المطبخ. انا هادي ما خرجتش من بكري بزاف، هادشي يلا شي ساعه هكاك باش تسهل عليكم الخدمه، باش ما تعذبكمش. انا راه الصراحه راه عذبتني. يمكن اللي عنده العجانه ديال العجينه يمكن يخدمها، ولكن انا ما خدمتهاش باش نغير نوريكم العجينه ديال بحال حتى اللي ما عندوش العجانه يعجن غير بالايد. هنا غادي نفرق البيضات، غادي نهرسهم باش نلقاهم واجدين. هنا غادي ناخذ واحد الإناء غادي نعزل فيها البياض البيض، نخليه من بعد. غادي نقطع الصفار، نخليهم على جنب. تبان نمشي الزبدة وسنيدة باش نحكم مزيان هذيك الزبدة وسنيدة باش الدوبلية، حتى الدوبلية سنيدة، حتى نحصل على الخليط كريمي. هنا نحط هاد لو توخشن هذا باش ما تعذبنيش القصرية. كتزلق فوق الطابلة. صافي دابا عسلت على قريبا على الزبدة وسنيدة شحال شيكا كريمي. غادي نزيد عليهم الزيت، زيت نباتي غير شويه بشويه. هذه الزلافه ما غاديش نديرها كلشي حيت عندي بزاف هنا الزبده، ما غاديش نديرها كل هذا الزيت اللي عبرت. انا نخلطهم مزيان حتى تخلط الزيت مع الزبده، تخلط شويه بشويه. غادي نخلطو مزيان، خصكم تحكو مزيان سنيدة مع الزبدة.
هنا كان هضر مع الناس اللي مبتديات اللي يلاه بادين من اللي كيعرفوا تبارك الله يديروا الحلوى، راه عارفين ما شاء الله تبارك الله كلشي الناس ماشي كلشي، ولكن بحال البنات يلاه باديين. هنا غادي نسيت، راه ما نسيت سنيده فاني، نسيت الفاني لا ماما خصني نديرها مع مع سنيده. هنا نستمر نحك مزيان الخليط ديالي، طبيعة الحال ما نساوش قرصة الملح، الملح حتى نحضروها في الحلوة. صافي دابا البيضة غادي نديرها وحدة بوحدة، ما غاديش نديرها كله حتى نخلط وندخل كل نخلط ندخلها وحدة بوحدة بالبيض حتى نسالي من حتى نسالي. كما الخواتاتي هاد الخلط هاد الخلطة هادي غادي تخرج ليا عدة الأشكال من الحلوة. صافي دابا غسلت على دخلت يا البيض وغسلت على الخليط الكريمي. غادي نبدا ندخل في الدقيق، الدقيق ما غاديش ندير كل شو شويه بشويه، وناكل الخلطه ونزيد غير شويه ديال الدقيق حتى نخلطو، نعاود تاني نزيد. هنا غادي ندير الخمارة نغلب لها، هاد الشي اللي بقى ليا من الزيت، من هذيك الزلفة ديال الزيت. يعني العجينه ما غاديش نقصحوها، نخليها باقي هي مازال رطبه، باش ملي غادي ندخلوها باش ما تعذبناش. انا غادي نقسم على 4، صافي دابا راه ساليتها، دابا كنخليها مرخوفه باش هكا، نخليها مرخوفه غادي نقسمها. غادي نقسمها على 4 د الكريات، وحده غادي ندخل منها الشوكولاط، صافي دابا هادي غادي ندخل ليها هاد الشوكولاط، هادي شوكولاط المر، داكشي علاش باش نخليو العجينة تكون مرخوفة. انا ديك الكمية ديال الشوكولاط راه زدت ليها عاوتاني كمية اخرى، بس انتوما الا بغيتو العجينة ما تبانش فيها بزاف الشوكولاط وقلوا الشوكولاط، ولا بغيتوها تجي بزاف يعني الاسود
وزيد عاود وزيد البودر ديال الكاكاو، انا راه زدت عاود مازال حتى هذاك الشيء ما كفاش، بقات العجينه بيضاء. سمح لي وهنا راه ما رديتش البال، ما كنتش كنبان لكم، كنبان لكم غير نص. صافي صاريت من عشان الشوكولات. هنا غادي ناخد الكرية واحدة، غادي ندخل هذاك اللوز المهرمش. انتم ديروا، تقدروا ديروا المكسرات اللي عندكم، ديروا كاوكاو وديروا اللوز، ولا ديروا سميتو القرقاع، ديروا اللي عندكم، ديروا الزبيب، انتم تكتفي باللي عندكم، ولا الشوكولا بيرميسال. دابا انا دابا غادي ندخل اللوز تنشوف بعد، حتى ديك اللوز ما غاديش كي ندخلو كلشي، غادي نشكلو واحد منه واحد شكل اخر اللي هو غادي تشوفوا من بعد. ما درتش معكم في هذا الفيديو، في الفيديو سينما غادي يكون الفيديو طويل. الا غادي هادي صافي، حتى ندخل ليا هذاك اللوز من هاد العجينة، من العجينة للعجينة نجمعو ونحطها على جنب. صافي دابا نجمعو ونوصل ليا من العجينه ونرجع نمسح حتى الطاوله حتى هي نقيها باش ناخذ اللاطه اللي غادي تدخل الفران، ناخذ اللاطه اللي غادي تدخل الفران باش نبدا نشكل فيها الكريات ديال العجينه ديالي. هنا خديت هاد البوق هذا ودهنته بالزيت باش ما تلصقش العجينه فيه، وناخد العجينه اللي خليتها هي عاديه، العجينه عاديه ما فيها والو، ما غاديش ندير ليها والو. غادي نخرج من هاد الصبيعات هادو، وصراحه هاد البوق هذا عجبني، كعد بهاد البوق هذا في غراغ. ما انتم خدوا البوق اللي عندكم مسنن كاع في جميع الجهات، وانا راه غادا نسنى غير في جهه وحده كما كتشرفوا، كما كتعرفوا حنايا دابا في مع هاد الوباء هادي ما نقدرش، ما كاينش، ما تلقايش هاد الشيء عندنا حنايا هنا. هاد الشيء راه قدرات فين دابا، ما مع المجازات كلها حتى الا كان شي حاجه راه كتمشي. وانا درت هاد الكوكوياج هذا، ودرت غادي ندير السبيعات وندير هاد الكوكوياج. انا دابا نقضيو بلا بلي عندنا ما كان علاش ندورو بزاف في فماكس ولا شي حاجه ولا في الحوانت. مع دابا الزحمه تبارك الله راه فين ما خرجتي الزحام. نطلب والله حتى السلامة. صافي ما تشرك يخوف. صافي دابا بديت هاد العجينة ديال الشوكولاتة راه كورتها الكريات. غادي ناخد العجينة حتى هي اللي عادية، غادي نكورها كريات، العجينة عادية ما فيها والو.
غادي ندير لها الكوك، هذيك البيضة غادي نخليها ندير لها ندهنها بكوفيتور ونمرمدها في الكوك. اسمحوا لي البنات على الهضرة، غير كتمشي الهضرة لساني كيتعكل، اسمحوا لي. هو العجينة كلها كما قلت لكم تقدر تخرج منها عدة الأشكال، عجينة واحدة يعني تربحوا الوقت وتربح هاد يعني كيما الجهد، حتى هو تربحوا الوقت والجهد ديالكم. عجينة واحدة نتوما راه نتوما نوع الطبلة ديالكم. صافي دابا غادي ناخد هادي، غادي ندير لها هاد المرشم هذا غير بالفرشيط. انتم تولعوا، انتم تفنوا، في تبارك الله. تقدروا انتم ديروا الفرشيطه تضغطوها في الشوكولات عاوتاني وترشموها بالشوكولات. انا خديت العجينه اللي فيها داك اللوز مهرمش، غادي نشكلها على شكل الهلال ونديرها في بياض البيض وندوزها في جنجلان اللي كنت غسلته من قبل، اللي نقيته وغسلته وحمر، ماشي حمر غير صهدته شويه في المقله باش يزيد يعطي مذاق اكثر. وكنتمنى هنا نفيدكم بشي حاجة. هكا كيجي يعني كل حاجة كندير منها شوية باش نوح. صافي دابا هاديك الكمية اللي درتها لزانية، وهاد دابا راه دوبت هنايا الكوفيتور ديال المشمش اللي دوبتو وسخنتو شويه وضفت عليه الماء الزهر. الماء الزهر دابا نبدا نلح فيه هذا. صافي دابا راه الكميه اللي يعني هي الكميه ديال الحلوه اللي درت هي هذاك ديال اللوز واللي ما متف الجنجلان وهذا ديال الصبيعات. حتى هو غادي نسقو بالشوكولات، ولكن هذيك المرحله ما وريتهاش لكم. يعني خديت الشوكولات اللي دوبتها هنا كوفيتور، ندير هذيك الكريات في الكوفيتور ومن بعد ندوزهم في الكوك، في البودرات الكوك ولا جوز الهند. كما قلت لكم هذيك الصبيعات دوبت الشوكولاته السوداء دوبتها في الحمام ماري وسقت بها هذيك الصبيعات. هذه ديال الشوكولاته راه درت ليها شويه ديال البودره الكاكاو، حتى هي مرتفه في شويه ديال البودره الكاكاو. وهذا حتى هما راه درت لهم الشوكولاته هذيك اللي درتهم بالفرشيطه، حتى هما لصقتهم الشوكولاته. وهداك شويه هداك الراس ديالهم وديتو في لي الشوكولات. وهاد الحلوه ديال اللوز اللي هي الغربات اللوز راه حتى هي ما درتهاش في هذا الفيديو، انا ما غادي يجي طويل، حتى هي راه كتجي زوينه راه تجي في المنظر. اما داك السبيعات راه درت لهم الشوكولات وصافي. هو هذا الحلوه ديالي باش نوعت نوع المائده ديالنا نهار العيد ان شاء الله. ليدخلوا علينا بالخير والصحة والسلامة، ليتقبل منا ومنكم صيامنا، ليغفر فيه الذنوب، ليجيب الصحة والسلامة إن شاء الله. كنتمنى
يعني هذه هي حتى هي اللي كما قلت لكم، حتى هي ما من نفس العجينة، بحال العجينة اللي خليتها بيضاء راه درت ليها حتى هي مرتها في اللوز، هذاك اللوز الكونكاس اللي بقى ليا مرمتو فيها، ودرت ليها الكوفيتير حتى هي، وصافي راه هو هذا البلاطو ديالي. يعني نتوما تشكلوا كيما بغيتو هاد دي ديال الكوك، وصافي هو دابا اول بلاطو ديالنا منوع. كيما قلت لكم البلاطو ديالنا دابا منوع بالحلوى، يعني من العجينة وحدها. صافي احنا خرجنا عدة الاشكال من الحلوى ديالنا، ونفرحوا بها لوليداتنا ورجالتنا ولعائلتنا ان شاء الله في هذا العيد. كنتمنى الصحة والسلامة والهنا، عيدكم مبارك. نقول لكم شكرا على المتابعة، شكرا، السلام عليكم، نخليكم على الصحة والراحة. شكرا، دعوا معايا محتاجة الدعوات ديالكم برحمة الوالدين، وقول لكم السلام عليكم. شكرا شكرا للمتابعة.